عرفت سنة 2013 حركية اقتصادية متميزة بمحطات لإنتاج مختلف الأعتاد الصناعي ومشاريع تجسدت على أرض الواقع في إطار شراكات جزائرية أجنبية. ولعل اهتمام الدولة تجسد في تدعيم الصناعة خاصة الثقيلة منها. نتائج إيجابية ميزت سنة 2013 أهمها تعزيز الحوار بين كل الشركاء. الورقة لسفيان تيسيرة. معطيات ومؤشرات تبرز مدى المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتنمية النشاط الاقتصادي في عالم يشهد انكماشا في اقتصادات أكبر الدول. فعندما اعتادت الدول الأوروبية على وتيرة نمو منعدمة، تعرف القاعدة الإنتاجية الجزائرية نموا ب4%، فيما يستقر التضخم في حدود 3.5%، وهذا رغم تقلص حجم الصادرات بحوالي 9.5% وتراجع الفائض التجاري ب10 ملايير دولار. لكن بين تحفيزات جبائية جمركية وأخرى بنكية وعقارية، تبقى الجزائر تستقطب المستثمرين من النسيج الذي كاد أن يندثر إلى البتروكيمياء والصيدلة والميكانيك وقطاعات أخرى. فكانت خطوط الإنتاج الصناعية بقسنطينة تلد أول الجرارات الجزائرية الأمريكية، وعتاد الأشغال العمومية جزائري ألماني. نمو اقتصادي يخلق يوميا آلاف مناصب الشغل، لكن لم تكفي لبطالين طالبوا بعمل. فكان برنامج دعم تشغيل الشباب والإدماج المهني وتحفيز الشباب على خلق مؤسساتهم في إطار أجهزة دعم الاستثمار المعروفة. فبإشراك مثلا مؤسسات البناء الجزائرية، تمكنت السلطات من بعث 73% من المشاريع السكنية قبل السداس الأول من 2013. مؤسسة بأصحابها ومنظماتها كانت على طاولة التحاور في ثلاثية 10 سبتمبر 2013، فأرباب العمل طرحوا انشغالاتهم واقترحوا ما تمكن من حلول في إطار حوار مفتوح لأول مرة على الخبراء الاقتصاديين وأمام الصحافة الوطنية. حوار متواصل عبر أفواج عمل تعكف إلى اليوم على التعاون والتكامل والتناسق بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، ومن المنتظر أن تسلم تقاريرها مطلع السنة المقبلة. اقتصاد باستراتيجيات أهمها إنعاش الصناعة خاصة الثقيلة منها وبرمزها الحجار قديما بعنابة، حيث أصبحت الجزائر مالكة لأغلبية الأسهم ب 51% من أرسلور ميتال. ينتظر تجديدا كاملا للمركب وإنتاجا يفوق 1 مليون طن سنويا بعد استثمار 1 مليار دولار. وأمام السياسة الرشيدة والاستشرافية في المجال، يتم تطوير موقع غارج بلات ليكون مصدر المادة الأولية للصناعة الحديدية الجزائرية والإقليمية، وهذا بعد استثمار 15 مليار دولار إلى غاية 2018. مقومات وإمكانيات كبيرة إلى جانب تمويل قوي جعل الجزائر اليوم محورا لتطور اقتصادي إقليمي تجسد عبر تأكيد القطريين لاستثماراتهم في الجزائر على غرار مشروع بلارة. من جهتهم يحاول الفرنسيون في إطار تعاون اقتصادي التموقع من جديد في سوق كبيرة وبآفاق واعدة هي السوق الجزائرية.